رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل ماجد عين سي. أخونا ماجد له سؤالان، في أحدها يقول: ما هي الأمور التي تساعد على إزالة الهموم والغموم التي تصيب المسلم، وهل يشرع أن يرقي المسلم نفسه من أجل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من الأسباب التي يزيل الله بها الهموم والغموم الإكثار من ذكر الله سبحانه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام والإكثار من قراءة القرآن، فإن ذلك من أسباب شرح الصدر وزوال الهم والغم. فأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الاستغفار والتوبة من المعاصي والحذر منها، احذر المعاصي كلها وتب إلى الله من سالفها، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الانشراح وزوال الهموم والغموم. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم سبب لإصلاح الصدر وزوال كل ما يضرك ويسوءك. ولا بأس أن تقرأ نفسك، تقرأ نفسك الفاتحة أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد مؤونتين أو بكلها خلقها طيبة. كان النبي يقرأ نفسه صلى الله عليه وسلم، كان عند النوم يجمع كفيه ويلقي نفسه، يقرأ فيهما يقول هو الله أحد مؤونتين ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، رأسه ووجهه وصدره. إذا رقيت نفسك بما يسر الله، يعني قرأت عن نفسك بما يسر الله من القرآن، فذلك من أحسن الأشياء. ومن ذلك الرقى بالفاتحة وآية الكرسي وهو الله لهم أويتان، كل هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم كان يلقي نفسه بقل هو الله لهم أويتين ثلاث مرات، يقرأها في كفيه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ويمسح بكل مرة ما أقبل من جهده على رأسه ووجهه وأصابعه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.